نعم، ب12 منتصف الليلة تكون الحكومة السودانية أجلت هذا اليوم نحو 1500 من مواطنيها العالقين في الخارج، بدأتهم صباح اليوم برحلة على متنها 120 سودانيا قادمين من العاصمة المصرية القاهرة. هذه الخطة تأتي ضمن خطوات تقودها الحكومة السودانية لإجلاء نحو 10,000 من رعاياها العالقين في عدة بلدان، ولكن معظمهم في جمهورية مصر العربية. منظمة الهجرة الدولية اليوم قدمت مبادرة للحكومة السودانية رحبت بها بالمساهمة في إجلاء العالقين بالخارج، خاصة العالقين في جمهورية مصر العربية، بإقامتها مراكز استقبال اجتماعية وصحية على الحدود للقادمين بالبر، ويتوقع أن يتم عودة نحو 20 بصا يعني سياحيا أو حافلة كبيرة عبر الطريق البري للسودانيين العالقين في مصر، كما سيتم إجلاء أعداد أخرى عبر خطوط أو شركات الطيران. السلطات السودانية اتبعت عدة خطوات لاستقبال هؤلاء العالقين في الخارج، بدأتها بإجراءات صحية مشددة في مطار الخرطوم الذي سيظل مغلقا حتى 28 من الشهر الجاري، يستقبل فقط رحلات الإجلاء سواء كان القادمين أو المغادرين من السودان، كما سيتم فحص القادمين من الخارج ما لم يقدموا شهادات تثبت حجرهم لمدة 15 يوما قبل دخولهم البلاد في البلدان التي كانوا عالقين فيها. شكرا، شكرا جزيلا لك.